الموعد الإخباري، وننتقل لنقاش هذا الموعد للحديث عن إحياء اليوم الوطني للإمام، كما سنتحدث أيضا عن أهم النقاط التي جاءت في رسالة رئيس الجمهورية بهذه المناسبة، والذي قال أن اعتماد يوم وطني للإمام هو تكريم وعرفان بقيمة الإمام في منظومتها الاجتماعية وتاريخها المشرق، كونه هو المؤتمن على تدين الناس وحامي قيم الأمة من محاولات المسخ. وللحديث عن هذا الموضوع نسعد باستضافة الشيخ يحيى صاري، عضو اللجنة الوزارية للفتوى وإمام مسجد الأرقم بالشوفالي. أهلا بك الشيخ صاري. الله فيكم على الدعوة. شكرا على تلبية الدعوة. إذا بداية الشيخ صاري، يعني أحيى أمس الخميس الأئمة يومهم الوطني المصادف للخامس عشر سبتمبر من كل سنة، الذي قرره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ربما قرار ثمنه الأئمة، وأيضا قرار جاء بعد أحداث عديدة ومختلفة. لو تعطينا ربما حوصلة سنة ما بعد ترسيم اليوم الوطني للإمام. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اليوم الوطني للإمام هو في الحقيقة يوم يشير إلى أمرين هامين يتعلقان بالإمام. أمر الأول هو الإشادة بموقعه ومكانته ومنزلته ودوره في المجتمع قديما وحديثا، والأمر الثاني الذي يشير إليه هذا ويرمز إليه هذا اليوم هو مسؤولية الإمام، مسؤولية الإمام تجاه مجتمعه ووطنه وأمته. بعد عام من ترسيم هذا اليوم الذي يصبح يوما وطنيا، وهو يتميز الجزائر تتميز بهذا اليوم من بين الدول كلها، أنها أعطت للإمام وهذا القدر وهذه المكانة، فجعلت له يوما وطنيا يحتفى فيه بالإمام، كذلك يضاعف نشاطاته. بعد عام يعني رأينا والحمد لله نشاطا متزايدا وملحوظا عبر عدة من ميادين، أولها المسجد وثانيها وسائل الاتصال وسائل الإعلام، حيث النشاطات الكثيرة على المستوى الوطن، المسابقات القرآنية، المسابقات المتعددة المختلفة التي تشمل كل شرائح المجتمع من الصغار إلى الكبار، من الرجال إلى النساء. وهذا يكفي لأي من يريد أن يطلع على هذا على هذه الجهود والأعمال خلال هذه السنة فقط، أن يطالع الصفحات والجداريات والمنصات الإعلامية والرقمية ليرى هذا الزخم الكبير من الجهود والجهود والأعمال المختلفة التي يقوم بها المسجد بقيادة الإمام، قيادة حكيمة هادفة رسالية، ولله الحمد والمنة. لهذا هذا اليوم، اليوم الوطني للإمام، هو ليس مجرد فقط يوم للإشادة به، وهو يستحق هذه الإشادة لعدة أسباب ربما نتطرق إليها أثناء الحوار. كذلك هذا اليوم يرمز كما نبهت إلى المسؤولية الثقيلة التي هي على عاتق الإمام، والتي هي تزيد لا تنقص وتتسع لا تضيق، فكما هو ملاحظ على الميدان. نعم. يعني السنة ربما بعد ترسيم هذا اليوم الوطني للإمام، يعني رئيس الجمهورية أيضا يولي أهمية كبيرة للأئمة الجزائريين، ربما هل يمكن قول اليوم أنه تم الاستجابة لمطالب وتطلعات الأئمة؟ نعم، من خلال الكلمة التي ألقاها السيد وزير الشؤون الدينية بالنيابة عن السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي وجهها للأئمة، تلك الرسالة التي تضمنت حقيقة بعض المحاور التي تشد انتباه الأئمة بل المجتمع كله، وهي أولا الإشادة بدور الإمام ما قبل الاستقلال من جهود الأئمة، سواء كانت المقاومة العسكرية
ضد الاحتلال الفرنسي، أو كانت من كانوا من في الجانب المقاومة الثقافية التي كانت تقف في وجه المسخ الاحتلالي للجزائر، احتلال فرنسا ومحاولات فرنسا لانتزاع الهوية الجزائرية والتاريخية والحضارية والدينية. فكان موقف الأئمة عبر المساجد والكتاتيب والزوايا والمعاهد، هذا الموقف الذي هو جزء من تاريخ الأئمة، هذا فضلا عن مشاركتهم في الثورة المظفرة، وكان لهم دور كبير جدا بخطبهم وتحميس. يعني قليل ما نتحدث عن دور الإمام خلال تلك الفترة. نعم قليل، ولكن يوجد والحمد لله الكثير من الشهادات. نجد أمس فقط كنا في نشاط في دار الإمام، فكانت مداخلتي حول دور الإمام في الثورة المظفرة، وكان بين يدي بعض الخطب التي كتبها بعض الأئمة، وكانت توزع على المساجد من أجل توعية المجتمع الجزائري بأهمية الوقوف ضد الاحتلال ومؤازرة الثورة الجزائرية. كثير من الأئمة يعني دفعوا ثمنا غاليا إما بنيل الشهادة وإما بتدمير مساجدهم وزواياهم وكتاتيبهم، والأمثلة كثيرة جدا، وتعرضوا للسحل والتعذيب والنفي، وهذا أمور تاريخية مشهودة. والإمام عندما يشارك في التوراة ليس هذا أمرا خاصا به، وإنما هو مواطن جزائري لابد أن يشارك في التوراة، ولكن هذا التاريخ يحتاج إلى الإشادة به، إلى إظهار خفاياه، إلى إظهار وكشف حقائقه للمجتمع، مما يزيد الإمام اعتزازا برسالته ما بعد الاستقلال. وأشاد رئيس الجمهورية في كلمته إلى بعض الأمثلة، مثلا ذكر الأمير عبد القادر الذي هو إمام وشيخ وعالم، وذكر الشيخ ابن باديس، وذكر الشيخ من المعاصرين كذلك الشيخ محمد بالكبير، الشيخ زاوية أدرار. حتى أنه ذكرى اليوم الوطني للإمام يعني تقترن أيضا بذكرى بوفاة الشيخ بالكبير، الذي يعد مثالا للأئمة الذين التزموا التدريس والتعليم وتخريج العلماء والمثقفين ثقافة دينية ومشبعين بالعلوم والمعارف الشرعية. كذلك أذكر الشيخ بن باديس رحمة الله عليه، وهو يعني لا يحتاج إلى أن نتكلم عن جهوده، لأنه هو له أصلا يوم وطني يحتفل به بذكراه. ذكر الشيخ المغيلي كذلك، ذكر الإمام الكبير والعالم أبو مدين التلمساني، ذكر عددا من الأئمة والعلماء الذين هم قدوة لنا جميعا في هذا الوقت بالذات. فهذا إشادة بالتاريخ. كذلك لعل من الرمزية التي ترمز إليها الاحتفال بيوم الوطن للإمام، كان في مدينة بسكرة، وهي رمزية مهمة جدا، جاءت الإشارة إليها في كلمة السيد رئيس الجمهورية عندما ذكر أن هذا السند المتواصل المستمر هو ينتهي أو ينطلق من الفتح الإسلامي لهذه البلاد، لأن الإمام إنما هو دوره هو إتمام رسالة الفاتحين الذين جاءوا إلى هذه الديار ونشروا الإسلام والخير والبركات في هذه الديار. فأشار في كلمة السيد رئيس الجمهورية إلى هذه الحيثية وإلى هذه الرمزية. فكان الاحتفال في مدينة بسكرة في مكان موقع الفاتح الكبير عقبة بن نافع، إشارة إلى هذا الامتداد الروحي، إلى هذا الامتداد السند، وأن الأئمة إنما هم يواصلون عمل الفاتحين بنشر الإسلام
وتعليم الناس ما يجب عليهم أن يتعلموه من أمور دينه. نعم. خلينا الآن ربما نتحدث على الجانب الاجتماعي، يعني ككل مواطن وموظف، يعني الإمام أيضا يحس ربما مؤخرا بتدهور القدرة الشرائية، يعني كانت هناك مطالب بتحسين أجور الأئمة وهو الأمر الذي انتقده البعض، مؤكدين أن دور الإمام ربما يتمحور فقط في رسالتهم الدينية للمجتمع. ربما الشيخ ساري، هل كان تضعنا في صورة ما يعيشه الإمام الجزائري اليوم؟ نعم، هو أولا الإمام أولا هو صاحب رسالة، وأتصور أن أي شخص انضم إلى قافلة الأئمة وإلى هذه الوظيفة النبيلة الشريفة فأول ما ينبغي أن يركز عليه ورسالته الدينية، لأن الإمامة هي قيادة دينية، قيادة دينية، نوع من القيادة هي لكنها قيادة دينية. فالرسالة الدينية هي مربط الفرس كما يقال، هي أهم ما يجذب الإمام في وظيفته. قبل الحديث عن المستحقات الوظيفية قبل الحديث فهي رسالة، فهو يتشرف بهذه أداء الرسالة، وهو عندما يخوض هذا الميدان إنما يخوضه لأداء رسالة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي تحمل هذا العنوان: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن، والتي تدخل في باب رسالة الأنبياء والمرسلين عندما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. وعندما تدخل في باب البلاغ قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهو يدخل في هذا الباب، في باب البلاغ. والجانب المادي، الجانب المادي وحياته المادية، معروف أنه نحن في مجتمع يعاني الموظفين أو كثير منهم من هذه الضائقة، من هذا، وأنا لا أحب أن أتحدث عن هذا الجانب. هناك من هو أولى مني من أهل الاختصاص، ممن يعرفون هذه الأشياء أكثر مني، ولكن أحب أن أتحدث دائما على الرسالة التي يحملها الإمام وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لو تحدثنا ربما أكثر عن دور ورسالة الإمام الجزائري، خاصة في ظل ما يحدث مؤخرا في المجتمع الجزائري. نعم، عندما نشوف يوميات الإمام، يعني لو بحثنا عن يوم في حياة الإمام، ما كيف يمر يوم في حياة الإمام، يعني وأنا أتحدث عما أعيشه يوميا، كما يقال الروتين اليومي، وهو ليس بروتين ولكن يوميا، كيف نعرف رسالة هذا الإمام. فالإمام يعني أنا شخصيا من أول ما أستقبله في الصباح، يعني من 7 صباحا 7:30 أبدأ أستقبله المحادثات الهاتفية، فغالبا المحادثات من 7 وتبدأ المحادثة الهاتفية، يعني الأسئلة، المشكلات، الناس ربما يعيشوا في الليل مشكلة كبيرة، خصومة عاشها في الليل مع أهله مع جيرانه، فهو ما يفتتح الصباح انت يروح للإمام: أنا فعلت كذا وكذا وما حكم كذا، وهكذا يستمر الأسئلة وطرح الإشكالات وطلب النصائح يوما كاملا حتى ما بعد صلاة العشاء. كذلك الزيارات المباشرة للبيت، بيت الإمام، من الناس اللي عندهم مشكلات، عندهم خصومات، عندهم إصلاح ذات بين، عندهم أسئلة مباشرة يريد أن يواجه بها الإمام ليس عن طريق الهاتف. كذلك الإمام في تحضير، لابد من القراءة ولابد من المطالعة، لابد من يطالع على ما يجري في بلده، من مطالعة الأخبار، مطالعة الأخبار العالمية والدولية والكونية على شتى تخصصاتها. حتى أنه أستسمحك شيخ ساري، يعني حتى أنه الإمام اليوم صار عنده ربما دور إعلامي أيضا. نعم. ولعل فترة كورونا يعني أبرز مثال. نعم، وفترة كورونا أبرز مثال، يعني مثلا في وقت اللي كانت كورونا في ذروة يعني خطورتها، حول الأئمة بعض الأئمة مساجدهم إلى ما يسمى مسجد أونلاين، يعني المسجد عبر الشبكة، وكانوا يعني يبثون كلمات الجمعة، تلاوات قرآنية، يعني مقاطع للتوعية، ولا يزالون.
فالإمام في يومياته أيضا عنده مقاطع يسجلها، عنده بحوث يحضرها، عنده محاضرات يلقيها في ملتقيات، في عنده حصص عبر الوسائل الإعلام والقنوات لابد من الإعداد لها. إذن يوميته هذا فضلا على التزاماته المسجدية من الدروس وإمامة الناس في الصلوات وتحضير لخطبة الجمعة ودرس الجمعة، فيمر يوميته كلها عامرة لا يجد الوقت. هذا فضلا على الزيارات، زيارة الناس إليه من أجل مودة ومحبة وأخوة، فهو يجد وقته لا يستطيع أن يحصل على دقائق لكي يظن بأنها من خارج العمل، فهو في عمل مستمر. وربما حتى في الليل عندما يغفو إلى النوم يجد طرقات على باب بيته لأنه وقعت مشكلة في البيت الفلاني، ربما شخص يريد أصيب بهستيريا بحالة عصبية والناس يأتون للإمام يعني مباشرة. فهكذا يوميات الإمام فضلا على العمل الاجتماعي، كثير من الناس يعني يطرقون بيت الإمام يريدون الإعانات، هذا يعني عنده مشكلة مادية، هذا في الإيجار، هذا في الكهرباء جاته غالية، هذا عنده الدراسة الأولاد وما لحقش، يطلبوا المعونات، يطلبوا أشياء كثيرة جدا. وهذا يدل على أن المجتمع رغم في بعض الأحيان نجد بعض المبالغات في تعليق مهام للإمام هي ليست من اختصاصه أو فوق قدرته، لكن ننظرها من جانب الإيجابي أن المجتمع ينظر إلى الإمام مثل الأب، مثل الأب، مثل الولي الذي يقوم بشؤون من يتولاه من الناس، وينظر إليه معلم، ينظرون إليه طبيب روحي، طبيب ينظرون ليحل مشكلاتهم ويرتاحون إليه ويجدون في كلامه وفي حل مشكلاته الراحة والحمد لله. وخاصة بعد اليوم الانفتاح هذا الكبير على العالم الرقمي، فصرنا نتلقى مشكلات الناس عبر هواتفنا، عبر الرسائل، عبر كل المنصات الرقمية نفتحها نجد العشرات من الأسئلة التي يتوجه إليها الناس من مشكلاتهم المتعددة النفسية والروحية والاجتماعية والعلمية والعقلية كذلك. هذه هي تقريبا يوميات الإمام التي يعيشها يوميا، لا يخلو منها يوم إلا وهو يعيش هذه الظروف. نعم، يعني في سياق الحديث ربما عن المنصات الرقمية، نعم، العديد من الأئمة اليوم يعتمدون عليها ربما لإيصال رسائلهم إلى الشباب، نعم، وهذه الفئة يعني لقت هذا الأمر يعني لقى استحسان كبير من هذه الفئة. نعم، لأن الخطاب الديني خطاب ضروري، هو خطاب يرتاح إليه الناس، خطاب تسكن إليه النفوس، خطاب يؤثر. لأن وشنو دور الإمام؟ هو استمالة الناس وإقناعهم بالوسائل المتعددة اللسانية والخطابية والعملية من أجل إقناعهم واستمالتهم وإلى الخير. هذا دور الإمام، يأخذ الناس إلى مواطن الخير، مواطن الخير، ينتزع من الناس من الشرير شره ليضعه في شاطئ النجاة والخلاص. وقد رأينا أن وسائل التواصل والمنصات الرقمية المتعددة اليوم ربما ساهمت في تسهيل مهام الإمام أيضا. نعم نعم، ساهمت وصارت الخطاب الديني الذي كان داخل أربع جدران في بيوت الله المشرفة المكرمة صار الآن الحمد لله خطابا عالميا، خطابا كونيا عالميا، يستطيع أن يتلقاه أي شخص في أي مكان كان، في أي موضع كان. وبهذا أقول أن هذا الدخول في العالم الرقمي والمنصات الرقمية هذا يزيد الإمام أيضا يشعره بالمسؤولية، ويزيد يشعره كذلك بضرورة تنمية المهارات اللسانية والخطابية، وكذلك دوره في
في وحدة المجتمع، في يعني نشر السكينة بين الناس، النصائح والتوعية ومجالات كثيرة جدا، حتى أنه الإمام اليوم يعني يرتاد السجون ليخاطب هذه الشريحة التي في السجون من بعض الشباب المنحرفين الذين زلت بهم الطريق، فيخاطبهم ويعني ينصحهم، فهو في مجالات متعددة جدا، ولهذا استحق مثل هذا الشخص الذي يقوم بكل هذه الأدوار، استحق أن ينال هذا القدر، فيكون له يوما وطنيا للإشادة به والاحتفاء والاحتفال به. حتى أنه اليوم الإمام يعني أصبح ملم بكل المواضيع يعني، ويتطرق إلى العديد من المجالات يعني. نعم. لما تكون عنده رسالة في المجتمع. نعم، اليوم الإمام يخوض ويتكلم في كل المواضيع بالمرجعية الدينية، ليس نعم. معنى يتكلم في كل المواضيع لكي يصبح شخصا منتحلا نعم. لتخصص، لا، ولكن يتكلم في كل شيء بالمرجعية الدينية. لأن الإمام يستطيع يتكلم في المجال الطبي، ليس لأنه طبيب، ولكنه لأن الدين يحث على هذه المسألة، ويضع يعني معالم في الطبي، يتكلم في المجال القانوني، يتكلم في المجال الاجتماعي، كل ذلك بالمرجعية الفقهية التي تشمل كل هذه المواضيع الحياتية، ويرافق المواطن في جميع أشكال الحياة بالمرجعية الدينية والفقهية. فنجده الإمام يتكلم في الجانب الاجتماعي، في الأزمات أيضا، الشدائد، كما جاء في كلمة السيد رئيس الجمهورية كيف وجدت الجزائر يعني الإمام في الأزمات، ذلك الشخص الذي يهدئ النفوس، الذي يزرع يعني السكينة والصبر. نرى مثلا في الأزمة الصحية العالمية كيف كان صوت الدين هو الصوت الأعلى حتى عالميا، رأينا الدول الأوروبية يعني يذيعون القرآن الكريم في الشوارع وفي الطرقات، لما يدركون بأن الخطاب الديني خطاب يعني يهدئ النفس، يصبر، ولهذا كان له دور كبير كذلك في التوعية من أخطار الجائحة. حتى أنه خلال فترة يعني خلال فترة التلقيح أيضا المسجد نعم. كان عنده دور كبير أيضا. نعم، دور كبير أيضا في توعية الناس بضرورة الالتزام بكل الوسائل الوقائية، كذلك في الشدائد، في الحرائق، في الزلازل، في الأزمات، له دور كبير في يعني في المجتمع، من شحذ الهمم للإعانات والتكافل الاجتماعي، هذا هو دوره، يعني كبير وعظيم، ورسالة هامة جدا، رسالة شاملة لجميع ميادين المجتمع. وفضلنا على الدور التعليمي، دور نعم. التعليمي القرآني، يعني رعاية المساجد والإشراف على المدارس القرآنية، وتكوين يعني الناشئة وتربيتهم على مستوى مجالات متعددة. نجد المدرسة القرآنية اليوم ليست مجرد مكان يقرأ فيه القرآن الكريم مع أهمية هذه القراءة والتعلم، لكن أصبح التلميذ في المدرسة القرآنية يمارسون نشاطات متعددة، من الرحلات، من الترفيه، من يعني المخيمات، كله في إطار المدرسة القرآنية. ولهذا الإمام اليوم له دور كبير، وقبل اليوم فهو اليوم إنما اتسعت دائرة النشاطات، اتسع دائرة النشاطات أكثر وأكثر، وأصبحنا نشعر بالمسؤولية أكثر، وخاصة تجاه العالم الرقمي، لأن الكلمة المباشرة، الكلمة الرقمية، هذه كلمة لابد أن تكون موزونة، تكون بميزان الشرع والحكمة والموعظة الحسنة. لهذا هو فتراه يختار الكلمات، ينتقي الألفاظ،
حتى لا حتى لا يعني من أجل تبليغ رسالته بدقة. وهذا هو دور الإمام، يعمل ضمن الشروط الشرعية من التزام الحكمة، الموعظة بالتي أحسن، الحسنة، المجادلة بالتي أحسن، لأن دوره الهداية، ليس دوره السيطرة، ليس دوره التحكم، ليس دوره، إنما دوره الهداية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما زار جارا له يهوديا وقد مرض وهو طفل غلام صغير، لما أسلم ذلك الطفل خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنجاه الله بي من النار. كذلك الإمام هو إنما سروره عندما يخرج من عنده المتخاصمان وقد اصطلح، عندما يخرج من معه الشخص الذي أشكلت عليه أمور دينية وقد اتضحت، عندما يخرج من بيته زوجان متخاصمان على مشارف الفراق والطلاق وقد عاد بعضهما إلى البعض، هذه هي السرور وهذه الفرحة دياله، هذا مبتغى ما يريده في من عمله ووظيفته. نعم، ربما كلمة أخيرة شيخ ساري قبل الختام. الكلمة الأخيرة يعني أولا نحن الأئمة نقدم يعني الشكر للسيد رئيس الجمهورية على هذه العناية الخاصة بالإمام والإشادة به، وخصوصا في تلك الكلمة التي ألقيت أمس بمدينة بسكرة من طرف السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، والتي تعتبر وثيقة هامة في تاريخ الإمام في القديم والحديث وبيان مهامه ورسالته. هذا أولا، وثانيا نستشعر من خلال هذا اليوم يعني المسؤولية أنها أكثر وأثقل تجاه بلدنا، تجاه ديننا، تجاه مجتمعنا. نعم، إذن الشيخ يحيى صاري شكرا لك على تلبية الدعوة، وشكرا على كل هذه التفاصيل. إذن